بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وملائكته، وأمرنا بأن نصلي عليه دائما أبدا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، ما طلعت علينا شمس أو غربت، ما تحركت فينا الدماء أو توقفت، ما هبت على كوننا هذا رياح أو سكنت، ما سالت في بحارنا قطرة مياه أو تجمدت، صل اللهم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلاة تنير لنا الطريق في الدنيا، فنبصر على آثارها الحلول الميسورة لمشكلاتنا الكثيرة، وصلاة تنير لنا الطريق يوم القيامة، يوم يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن فن الخطابة بين الماضي والحاضر. الخطابة في تعريفها هي فن مشافهة الجمهور وإقناعه واستمالته. إذن الخطابة فن، وهي قديمة، وكتب فيها العلماء في القديم حتى قبل الإسلام. وكتاب أرسطو في الخطابة كتاب مشهور، وفي الإسلام كتب الفلاسفة ابن رشد تلخيص الخطابة، وتحدث ابن سينا أيضا عن الخطابة. الخطابة لها مكانتها، والخطيب الناجح المؤثر له مكانته في محيطه الذي يعيش فيه. الخطابة هي أحد فنون القول، لأننا نعلم أن القول إما أن يكون شعرا، وإما أن يكون نثرا، وإما أن يكون خطابة. والخطابة أقدم من الشعر، وأقدم من النثر، وأقدم من القصة، وأقدم من كل الحوارات، وذلك لأنها كانت تستعمل في ميادين شتى وفي مجالات كثيرة. كتب فيها في العصر الحاضر، كتب أناس كثيرون عن الخطابة في العصر الحاضر، خاصة بعد أن أصبحت علما بذاته، وأصبحت مادة تدرس في كلية الدعوة وفي أقسام الدعوة في جامعة الأزهر. والخطابة لها أنواع متعددة: الخطبة الدينية أو الخطابة الدينية، والخطابة السياسية، والخطابة المحفلية، وكل واحدة من هذه الأشياء أو من هذه الأنواع يندرج تحتها مسميات متعددة. ونبدأ على حسب ترتيب الكتاب، نتحدث عن الخطابة قبل الإسلام، أي في العصر الجاهلي الذي سبق بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. كان العرب قبل الإسلام خطباء مشهورون، نقلت آثارهم في الكتب، ونالوا شهرة كبيرة عند العرب قبل ظهور الإسلام، وذلك لأن العرب كانوا يجتمعون أحيانا للتشاور في أمور الحرب، ولذلك كانوا يعتمدون على الخطباء الذين كانوا يدعون إلى الشجاعة
ويدعون إلى الحماسة، وتنطلق الحناجر بالخطب الداعية إلى القتال. وأيضا كان هناك، وسوف نذكر نماذج ذكرها الكتاب لهذه الأشياء، كانت هناك جلسات الإصلاح بين المتخاصمين، وهذه تحتاج إلى لون من الخطابة يكون له أثر كبير على الناس وعلى المستمعين حتى يتحقق الصلاح والإصلاح. أيضا كان هناك مجال المفاخرة في الأسواق وسوق عكاظ وذي المجنة وذي المجاز، الأسواق العربية القديمة التي كانت تقام للكلمة، سواء كانت في الشعر أو كانت في الخطابة، أسواق معينة يجتمع فيها العرب كل عام، وينطلق الشعراء وينطلق الخطباء ويتبارون في ذلك، والكل يذكر مآثر قومه. أيضا كان هناك لون من الألوان في هذه الأسواق، وهو معظمة أهل المصائب، يعني في الفخر يتفاخرون بنسبهم، وأيضا حتى في المصائب كانوا يتفاخرون بأن المصيبة كبيرة ويبكون عليها. وهناك آثار في كتب الأدب وفي كتب التاريخ عن في سوق عكاظ أنه كانت الخنساء قبل الإسلام تأتي إلى هذا السوق وتركب جملا وتنشد الأشعار في الرساء لأخويها معاوية وصخر. وبعد غزوة بدر جاءت هند بنت عتبة إلى سوق عكاظ وقالت لهم اجعلوا جملي بجوار جمل الخنساء، وحدث حوار بين الاثنين، وكل منهما قالت شعرا عن مصابها، والمهم أنه حدث تفاخر، والخنساء تعالت عليها أن صخر ده، طبعا عارفين القصيدة بتاعة الخنساء في صخر اللي هي كانت من أفضل القصائد العربية في الرساء، من أعظم القصائد العربية في هذا اللون من الشعر. كانت عندهم سمات للخطابة في هذا العصر، في عصر قبل صدر الإسلام، قبل الإسلام. أول سمة أن الخطيب كان يقف في مكان مرتفع، أو كان يخطب وهو على دبته. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب وهو فوق الناقة، وذلك لكي يستشرف على الناس ولكي يراه الناس، فكانوا يخطبون إما في مكان مرتفع وإما على ظهور رواحله، وليرى الناس شخصية الخطيب ويعرفوا من هو، هذا أمر. والأمر الثاني للتفاعل بلغة الجسد في إشارات اليدين أو التفاعل الوجه في الحزن والفرح والسرور، فهذه الأشياء الشكلية عند الخطيب لها تأثير كبير جدا عند المستمعين، ولذلك كان العرب قبل الإسلام يستعملونها في خطبهم. عندنا نماذج الخطابة وسوف ننظر في الكتاب. أول نموذج عندنا هو قس بن ساعدة، اللي هو عندنا جاء في الكتاب في صفحة 12. وقس بن ساعدة الإيادي خطيب العرب وشاعرها وحكيمها وحليمها في عصره، وكانت له مكانة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما أنه سمع قصة بن ساعدة في سوق عكاظ، وعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيكم يعرف القصة بن ساعدة الإيادي؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال فما فعل؟ قالوا هلك. وكلمة هلك يعني احنا بنعتبرها على الموت بتبقى يعني شيء، لا ده كلمة هلك في الموت هي لغة عربية فصيحة
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل أحمر وهو يخطب الناس. يعني شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الوصف كاملا، جمل والجمل أحمر وهو يخطب الناس. قال: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا، مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار لا تغور، أقسم قس قسما حقا، لإن كان في الأرض رضا لا يكونن بعده سقط، إن لله لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه، ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا. في هذه الخطبة قس بن ساعدة يتحدث وكأنه يتحدث عن دين وعن إيمان بالآخرة، وبعض الناس يشككون في خطبة قس بن ساعدة، يقول لا ده كان قبل الإسلام، والعرب قبل الإسلام ما كانوا يعرفون دينا ولا يعرفون إلها. نقول لهم: لا، لقد كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم رجال من أهل مكة ورجال من العرب يتورعون عن عبادة الأصنام ويعبدون الله على دين إبراهيم، وزيد بن عمرو بن نفيل كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول لأهل مكة: والله ما علمت أحدا منكم على دين إبراهيم غيري. وزيد هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث يوم القيامة أمة واحدة. وكان هناك ورقة بن نوفل الذي كان يعلم أن نبيا سيبعث، فكان في حقا لم يكونوا بالكثرة ولكنهم كانوا قلة، يعرفون أن عبادة الأصنام لا تغني شيئا وأن هناك دين يجب على الناس أن يلتزموا به. وأشعار أمية بن أبي الصلت لأنه كان ينتظر النبوة، فلما نزلت النبوة على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولما سئل عن ذلك قال: ما منعني إلا نساء الثقيف، كنت أحدثهن أنني النبي المنتظر، ثم يجدونني تابعا لفتى من بني عبد مناف من أجل كسرة خبز. إذن هذه خطبة قس بن ساعدة. أيضا عندنا خطبة أخرى لأبي طالب، وهذه الخطبة كانت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أمنا وسيدتنا السيدة خديجة رضي الله عنها. ولننظر ما قال أبو طالب في هذا الشأن. قال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن محمدا بن عبد الله بن أخي من لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا، وإن كان في المال قل فإنما المال ظل ذائل وعارية مسترجعة، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعليه. خطبة موجزة من أبي طالب، وأبو طالب كان رجلا بكل ما تعنيه كلمة الرجولة، رغم أنه مات على دين قومه، إلا أنه كان رجلا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قولته المشهورة: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ونلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجميل لأبي طالب في مواقف كثيرة مع علي
مع بنت أبي طالب أم هانئ في فتح مكة، ومع أبي طالب نفسه حينما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له، وظل النبي يدعو له إلى أن نزل قول الله تعالى: ما كان الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في سورة التوبة سنة 9 من الهجرة. والإمام الفخر الرازي يقول: ليس هناك ما يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ظل هذه المدة الطويلة يستغفر لأبي طالب. أبو طالب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة هو الذي يتولى الخطابة ويذكر لهم فضل ابن أخيه ويقول: ما أردتم من صداق فعليه. وخديجة رضي الله عنها أمنا وسيدتنا، وظلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ولما غارت أمنا عائشة منها قال قولته المشهورة: إني رزقت حبها. بعد ذلك أيضا هناك خطبة لهانئ ابن قبيصة، وكان من شعراء العرب، في يوم ذي قار يحرض قومه من بني بكر على القتال. فقال هم طبعا كان موضوع القتال والأغزب الصقر والحرب بينهم، الحروب الأهلية بينهم كحروب الفجار، كانت تحتاج إلى خطباء لشحذ الهمم وتقوية الروح المعنوية. ولذلك انظروا إليه وهو يقول: يا معشر بكر، هالك معزور خير من ناج فرور. هالك يعني يموت وهو معزور أنه ضعيف أو أنه قتل، خير من ناج فرور، فر من المعركة ونجا. إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر. المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره. الطعن في ثغر النحور أكرم منهم في الأعجاز والظهور. يعني الضربة من الأمام أفضل من الضربة من الخلف وهم يفرون. يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا بد. هذا نموذج من أشعارهم. أيضا نفيل بن عبد العزة في الحكم بين المتناظرين، لما حدث خلاف بين حرب بن أمية وعبد المطلب بن هاشم، واحتكم إلى نفيل بن عبد العزة، فقال نفيل مخاطبا حربا اللي هو، قال له: يا أبا عمرو، في الأول بالكنية كده ليقربه إليه، يا أبا عمرو، أتنافر رجلا هو أطول منك قامة وأوسم منك وسامة وأعظم منك هامة وأقل منك لامة وأكثر منك ولدا وأجزل منك صفدا، اللي هو في العطاء يعني، وأطول منك مزودا. والمزود اللي هو إيه بقى؟ اللي هو اللسان الذي يزاد به عن العرض. وإني لأقول هذا وإن فيك لخصالا، إنك لبعيد الغضب رفيع الصيت في العرب جلد المريرة، تحبك العشيرة ولكنك نافقت منفرا. طبعا بنجد في هذه النصوص التي تحدثنا عنها أولا قوة العبارة، بنجد السجع ظاهر ولكنه غير متكلف، سجع موجود يعني بيبقى في جملتين ورا بعض آخر المقطع بيبقى كذا، ولكنه غير متكلف بخلاف السجع المتكلف الذي يظل لمدة 5 دقائق في سجع يتكلفه الخطيب. نجد الفصاحة والبلاغة، نجد أيضا أن الخطابة في هذا العصر قد احتوت على كل أنواع الخطابة، سواء الخطابة الدينية زي قصة ابن ساعدة، الخطابة المحفلية مثل خطبة أبي طالب، أو الخطابة من أجل التحكيم هانئ ابن قبيصة،
وأيضا يعني احتوت كل ألوان الخطابة الموجودة في ذلك العصر. هذا عن الخطابة قبل صدر الإسلام. أما الخطابة في صدر الإسلام، بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم برسالته. وكما قلت لكم أن العرب كان فيهم خطباء، وكانت الخطابة موجودة. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على جبل أبي قبيس ودعاهم إلى طعام، بتعبير الدبلوماسية الحديثة غداء العمل أو عشاء العمل. وبعد الطعام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مكذبي؟ قالوا لا، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم. فقام أبو جهل وقال تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ والخطابة ظهرت في صدر الإسلام بعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها كانت في ذلك الوقت الأداة الأولى لنشر الدعوة، الأداة الأولى لنشر الدعوة. حاليا أصبحت الأدوات كثيرة جدا، الآلات الإعلامية تتحدث، الرسوم تتحدث، غير. إنما في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء يوصل الإسلام إلا موضوع الخطابة أو الدعوة الفردية. ازدهرت الخطابة في عصر صدر الإسلام، وكان لازدهارها أسباب. السبب الأول هو تأثر الخطباء في صدر الإسلام، في عصر صدر الإسلام، بروعة وبهاء الأسلوب القرآني. تأثر الخطباء والبلغاء بروعة الأسلوب القرآني، والأسلوب القرآني أسلوب معجز، وحتى شهد له الأعداء. الوليد يقول عنه والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر، ولكنه يرتد على عقبيه، كما بينت ذلك سورة المدثر لما سألوا طب ما رأيه، قلناه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبث وبصر ثم أدبر واستقبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فوصف القرآن بأنه إيه؟ سحر. ورد عليه الله سبحانه وتعالى في سورة القلم بالآيات المعروفة في سورة القلم. يبقى إذن أول عامل من عوامل ازدهار الخطابة في الإسلام هو التأثر بروعة الأسلوب القرآني. والأسلوب القرآني ليس فيه تكلف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أنا من المتكلفين، لا يتكلف ولا يتقعر ولا يأتي. والقرآن ليس فيه غريب لا يفهمه الناس. اللغة العربية لها ألفاظ كثيرة جدا ومتعددة، وأحيانا يعني تنظر إلى بعض الكلمات كأنك تسمعها لأول مرة. وإن أردت أن تعرف الفارق ما بين الأسلوب الجميل غير المتكلف والأساليب الصعبة حتى على سواء في فهمها أو في حفظها أو في بيان معانيها، انظر إلى حديث سيدة عائشة بتاع أم زرع، 3 صفحات كده، وشوف كده الكلمات اللي فيه، اللي كل واحدة كانت تجلس تتحدث عن زوجها، والعبارات الموجودة هتلاقيها عبارات صعبة جدا. لا، القرآن يختلف، القرآن له أسلوب معين، هذا الأسلوب أسلوب معجز، وفي نفس الوقت أسلوب ميسر، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكان هناك تأثير واضح
على الخطباء من خلال آيات القرآن الكريم وأسلوب القرآن الكريم. الأمر الثاني أن الإسلام فتح أمام الخطابة أبوابا كثيرة ومجالات عديدة لم تكن موجودة من قبل، لأن الخطابة في قبل الإسلام كانت الخطابة في الأعياد في الأسواق التي كانوا يقيمونها، كانت الخطابة في الحرب وفقط. لما جاء الإسلام فتح مجالات كثيرة جدا للخطابة تؤدى فيها الخطابة. فالجمعة كل جمعة لابد من الخطبة، والأعياد في العيدين خطبة، في صلاة الاستسقاء خطبة للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه بأن ينزل المطر، مجالس الصلح، في مجالس النكاح، في الوعظ، كل هذه المجالات تحتاج إلى خطباء. وبالتالي حدث أن ازدهار للخطابة بالمجالات العديدة التي فتحها الإسلام للخطباء. الأمر الثالث أن الإسلام أضفى على الخطابة شيئا من المهابة، أضفى على الخطابة شيئا من المهابة. من يأتي إلى المسجد لابد وأن يجلس مستمعا ومنصتا، وجاءت أحاديث في وجوب الإنصات إلى الإمام وعدم الكلام خارج الخطبة أو أي كلام، وحتى ولو كان صحن، من قال لأخيه إذا قلت لك صحن فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له، صحن يعني أسكت، يعني لو واحد يتكلم واحد قال له أسكت ده يعتبر من اللغو في الكلام. ومن العجب أن احنا ننبه في هذه الأيام اللي انتشرت ظاهرا، احنا لابد أن احنا نربط الوعظ بالواقع الذي نعيشه. في بعض المساجد تجد بعض المصلين أثناء الخطبة يخرج المسبحة من جيبه ويقعد يسبح وهو يستمع إلى خطبة الجمعة، هذا مشغول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالمهابة في الخطبة أن يجلس الناس لكي يستمعوا إليها. الأمر الرابع اتساع الأمصار الإسلامية، وهذا كان له أثره في توسيع آفاق الخطابة. انتشر الإسلام في أماكن كثيرة، وهنتكلم عنه في عصر بن أمية وعصر بن العباس، ولكن أقوله الآن أن الإسلام خلال 100 سنة، 100 سنة وصل غربا إلى جبال الألب في فرنسا في موقعة بلاط الشهداء فتح الأندلس، ووصل شرقا إلى بلاد ما وراء النهر الجمهوريات الست في الاتحاد السوفيتي سمرقند وغيرها في خلال 100 عام. كل رغم ذلك، رغم أن التنقل كان صعبا، وسائل الانتقال في ذلك العصر كانت صعبة، لم تكن باليسر الموجود عندنا حاليا، طائرات وسيارات ومراكب تمود في البحار بسرعة كبيرة، وإنما كانت على الخيل والبغال وأحيانا المراكب البسيطة جدا اللي هي سرعتها قليلة. ومع ذلك في أقل من قرن من الزمان وصل المسلمون غربا إلى بلاد الأندلس، وصلوا شرقا إلى بلاد ما وراء النهر. هذه البلاد التي افتتحت كانت تحتاج إلى خطباء في كل مكان، لابد وأن تقام في كل مصر، لابد أن تقام جمعة، والجمعة تحتاج إلى خطيب. يبقى إذن اتساع المجال للخطباء وكثرت الخطباء. أيضا الأمر الخامس أن العرب كانوا لا يزالون على فطرتهم البيانية، في العرب كانوا لا يزالون على فطرتهم البيانية في اللغة وفي البلاغة، ويحبون الألفاظ الجميلة ويحبون التراكيب الجميلة من الاستعارات وغيرها الغير متكلفة. لأن دائما نقول النبي كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول وما أنا من المتكلفين. أغراض الخطابة في ذلك العصر
الخطابة لها أغراض ولها أهداف، أول هدف وأول غرض من أغراضها هو الدعوة إلى توحيد الله وبناء العقيدة الصحيحة في قلوب الناس، وذلك لأن الإيمان بالله هو القضية الأولى في بعثة كل رسول. ولما نطالع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد أن هذا القصص دائما يدعو أولا إلى عبادة الله وحده. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كل رسول كان يبعث إلى قومه كان الغرض الأول من الإرسال والهدف الأول من النبوة هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته. العمل الأمر الثاني من أغراض الخطابة العمل على إرساء مبادئ وقواعد الإسلام، وقواعد الإسلام هي العبادات والمعاملات والأخلاق. والعبادات والمعاملات والأخلاق الخطابة تتولاها بالدعوة إليها على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل، وإنما التفصيل يكون في الدروس وليس في الخطب. الأمر الثالث خطب الحماسة في الجهاد، والخطبة اللي هي بس يشكك فيها البعض اللي هي منسوبة إلى طارق بن زياد لما عبر الأندلس العدو أمامكم والبحر خلفكم، ف يعني كانت مثال مثلا للحماسة والجهاد والقتال في سبيل الله، وموقف المجاهدين في اليرموك وفي غيرها كان يحتاج إلى خطابة تحمس الناس للدخول إلى المعارك. حينما وقف عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة وفي اليرموك وقال من يبايعني على الموت، من يبايعني على الموت، وانضم إليه 10 من صحابة الكرام وظلوا يقاتلون حتى قتلوا جميعا، استشهدوا جميعا. أيضا الوعظ والإرشاد، فالناس يحتاجون إلى من يعظهم وإلى من يذكرهم، وذلك لأن الإنسان عنده نسيان ينسى، ولذلك يحتاج ما بين وقت ووقت إلى من يذكره وإلى من يعظه. أيضا من أغراض الخطابة الحث على سمو العلاقات، الحث على سمو العلاقات بين البشر، فالإنسان بالإنسان للإنسان إنسان، الإنسان بالإنسان للإنسان إنسان. فالخطيب يدعو إلى سمو العلاقات، إلى التفاهم وإلى التناصح وإلى إزالة العداوة وإزالة البغضاء من صدور الناس، إلى التيسير المعاملة، التيسير في الزواج الذي نحن نحتاجه الآن بعد ارتفاع تكاليف الزواج وأصبحت عبئا ثقيلا على كثير من الشباب. ونقف كما وقفنا في خطب عصر ما قبل الإسلام على بعض الخطب في عصر الإسلام، وأول شيء هي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، والخطبة موجودة في الكتاب وموجودة بصيغ أخرى في كتب الحديث، ونقف معها متأملين بعض النقاط. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنزلقات التي ستنزلق فيها الأمة، ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من هذه المزالق التي ستنزلق إليها الأمة بعدها.
وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبصر الزمن وما يحدث فيه من مشكلات عند المسلمين، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الخطبة، طبعا بعد الحمد والثناء، بدأ الخطبة بقول يا أيها الناس. والخطبة دي كانت خطبة عجيبة. الصحابة والمسلمون ذهبوا إلى هذه الحجة، حجة الوداع، وهم يحبون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان منهم البعض اللي في بعض القبائل آمن ولكنه ظل مكانه ولم يذهب إلى المدينة، وذلك اجتمع عدد كبير، البعض بيحصيه بمئة وأربعة عشر ألفا، مئة وأربعة عشر ألفا حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لأن الكل يريد أن يرى، والكل يريد أن يأتم به، والكل يريد أن يأخذ منه المناسك. فاجتمع نفر كثير وهم في هذا الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق ناقته يقول أيها الناس، لم يقل أيها المسلمون ولا أيها المؤمنون ولا أيها الحجيج، وإنما قال أيها الناس، فهو خطاب إلى الناس، إلى الناس جميعا في كل زمان وفي كل مكان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، بعث للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبدأها بيا أيها الناس، فبدأ الناس يلتفتون إليه ليسمعوا ماذا يقول، وإذا هو يفاجئهم بعبارة تأخذ بألبابهم وقلوبهم وأسماعهم، يقول أيها الناس، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. يقول الناس مش رائبة في فرح وسرور، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئهم، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. فبدأ السكون والوجود على وجوه الناس، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على الأشياء في خطبة الوداع. أول شيء هو حرمة الدماء والأموال، حرمة الدماء والأموال، والإنسان له مكانته الكبيرة في الإسلام، ويجب المحافظة على هذا الإنسان، على هيكله، وفي نفس الوقت على مشاعره وعلى عواطفه من أي سوء ومن أي أذى. حرم الإسلام القتل وشرع القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وذكر القرآن إن ما كان وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم تعود من يقتل مؤمنا متعمدا أي دون سبب، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرر موضوع الدماء بالذات في آخر الخطبة، لا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس، ده في المال، وهنتكلم عن المال. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يحذر من القتل، ويحذر
من سفك الدماء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمن الحرج. قال: وما الحرج يا رسول الله؟ قال: لا يدري القاتل فيما يقتل، ولا يدري المقتول فيما قتل. يعني لا يدري أحدهما لماذا قتل أو لماذا يقتل. أما حرمة الأموال، وطبعا في وأما حرمة الأموال فقد حرم الإسلام أكل الحرام، حرم الإسلام. ونلمح آية في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدعوا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية دي مكانها كده في ترتيب المصحف في سر. لا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وردت بعد آيات الصيام مباشرة، وقبل آيات التي تتحدث عن الحج وعن الأهلة وعن الشهور الحرام. وكما نعلم أن آيات القرآن مرتبطة، يرتبط بعضها ببعض، كل آية ترتبط بما قبلها وترتبط بما بعدها، وكل سورة أيضا ترتبط بما قبلها وما بعدها. وده إعجاز من إعجاز القرآن الكريم في تناسق الآيات والصور الذي كتب فيه البقاعي، وكتب فيه السيوطي، وكتب فيه شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم أستاذ التفسير عليه رحمة الله في كلية أصول الدين. هذه الآية وردت في هذا المكان لكي تقول للناس للمسلمين: كما امتنعتم عن الحلال الطيب في نهار رمضان، فعليكم أن تمتنعوا عن الحرام في بقية أيام العام. والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل من نفسه القدوة، ويجعل من نفسه الأسوة في تحريم الدماء وفي تحريم المال، فيقول عن الدماء: وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث، كان مرضعا في هزيل فقتل، وكانوا يطالبون بثأره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع هذا الدم، يعني بمعنى عفا. وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، كان العباس يتاجر بالربا وله عند الناس أموال كثيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضعها. إن دماءكم أموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونكمل في الحلقة الثانية الحديث عن حجة الوداع، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.